كيف ما كتعرفوا اليوم كان قمنا بهذه الزياره في اقليم مدينه في اقليم تارودانت اللي كيتمكن اليوم من هذا المركب الجميل, المركب الثقافي اللي غيقدم مجموعه ديال الخدمات للمواطنات والمواطنين بصفه عامه في الميدان ديال الثقافه. اعتقد بان مدينه تارودانت كنحتاجها لهذا المركب, وعلاش لا غدا مركبات اخرى ثقافيه باش بشويه بشويه السياسه ديال تقريب الثقافه من المواطنات والمواطنين تكون باينه وتكون واضحه, والناس يحسوا يكون واحد الاحساس حقيقي بان الثقافه قريبه لهم. ثانيا ونحن نفتتح هذا المركب نقدر نقول لساكنه مدينه تارودانت بان غنحاولوا يكون واحد الاستثمار ثاني في هذا المركب باش نمكنوه من امكانيات سينمائيه باش تولي كذلك قاعه سينمائيه في القاعه اللي شفتوا قبيله اللي يمكن اليوم يكون فيها المسرح, ولكن في 2022 غيكون استثمار جديد باش حتى الافلام السينمائيه نقدروا نطرحوها في هذا المركب. واستثمار ثاني اللي اعتقد هو مهم هو ان نمكنوا هذا المركب من دي ستوديو دونجيسترومون باش الشباب والشابات الفنان بصفه عامه يقدر يستثمر في الفن ديالو وفي الغناء ديالو بالنسبه للمغنيين في الاقليم ديالو في المدينه ديالو, ما يحتاجش يمشي لجهه اخرى او لمدينه اخرى باش يكون هذا الاستثمار. واعتقد هذه مهمه جدا لان اليوم غيبدا الفن في اقليم مدينه تارودانت غينطلق من هنا بالامكانيات الذاتيه اللي غتكون ان شاء الله في هذا الاقليم, وبالطبع بشراكه ديال مجلس الجماعه ومجلس الجهه والاخوات والاخوان كلهم اللي كيامنوا بان الثقافه عندها واحد الدور كبير يمكن لها تلعبوا في المجتمع ديالنا. اليوم نعيش لحظه تاريخيه بافتتاح المركز الثقافي الذي طالما انتظرناه. هذه المنشاه الثقافيه الفريده والمتميزه على صعيد اقليم تارودانت والتي شيدت على مساحه 1100 متر مربع ومساحه مغطاه اجمالا 2700 مربع بتكلفه ناهزت 31 مليون درهم, منها الاشغال 20 مليون ديال الدرهم من المجلس الجماعي ومشاركه ايضا من المجلس الاقليمي والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه 2 مليون درهم, والتجهيزات التي جهزتها وزاره الشباب والثقافه والتواصل بميزانيه فقط 8 مليون ديال الدرهم. هذه المعلمه الثقافيه تضم قاعه العروض بها اكثر من 468 مقعد وايضا مجهزه باحدث التجهيزات الرقميه في مجال الصوت والاناره, وايضا قاعه للاعلاميات وقاعه للورشات وقاعه للتدريب المسرحيه وكواليس, بالاضافه الى فضاء للطفل وفضاء للكبار الذي يضم ازيد من 8000 كتاب. ننتظر ان شاء الله ان تكون هذه البنايه فاتحه خير للمجال الثقافي بعد رفع الجائحه ان شاء الله, ونلتمس من السيدات والساده الفاعلين الثقافيين وايضا المجتمع المدني ورجال الصحافه وكل من يقحم نفسه في الحقل الثقافي ان يساهم في تنشيط هذه المنشاه الثقافيه لانها منشاه الجميع. هذا الصرح الجديد, الصرح اللي كيليق بتارودانت وبساكنة تارودانت, مركب ثقافي يليق بفنانين وفنانات هذه الأرض, حقيقة معلمة متميزة, الرواق ديالها والأماكن ديالها الجميلة والكواليس والمرفقات كل شيء جميل جدا. هنيئا لنا بهذه المعلمة كما قلت, وإن شاء الله يا رب مزيدا من الازدهار والتقدم والنجاح لساكنة تارودانت ولمبدعات ومبدعين تارودانت.